رجعنا من جديد سبور ميكس الجزء الثالث من الحصه نتاعنا اليوم نذكركم سونداج نتاعنا على القناة يوتيوب سانغون هل يتحمل بيتوني مسؤوليه هزيمه الافريقي تقريبا 800 شخص صوت و 66% حتى لتوا نعم و 34% لا نحكي بقيت مقابلات البطوله والنجم الساحلي واصل الانتصارات مع محمد المكشر وجدي كأنه بدل حاجه محمد المكشر في الفريق والا لا حماد الدو كان مظلوم بعض اللاعبيه هو جاهزين اليوم اصبحوا جاهزين شويه بدنيه وهذا الطبيعي انه اللي توالي اعمل الفيكتوار الثالث على شوف اولا من الناحيه المعنويه يعني نذكر قبل ما يجي المكشر لاعبين النجم الساحلي كانت يعني ناس ضايعه في الملعب يعني بلا روح بلا حد شيء مش لاعبين النجم الساحلي متعودين تشوفوهم بكل دفاع وكل شيء طبعا تغيرت بداية تغير بدا يتغير بشوي بشوي الفريق داكوردو مش من المباراه الاولى لكن ثم تغييرات لانه هو بيدو كان يتشكى يعني المكشر نذكره في الديكلاراسيون تاعو قال عندنا عديد اللاعبين لازم يراجعوا انفسهم ما كانش احنا باش ناخذوا فيهم قرار دونك عديد اللاعبين لانه الديكلاسيون دي كبست شويه الملاعبين كبست كبست برشا شويه احنا وقت الناس كلهم منيه وقت عليها لكن يبدو لي كان في محلها لا, لا في محلها لانه ما المردود والروح اللي لعبوا بها لاعبي النجم الساحلي ما تليقش يعني بلاعبين في, في 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 فريق في حجم الملعب التونسي من ناحيه الكرويه <applause> خلينا نقول <applause> النقاط النجم الساحلي سامحني يعني الفريق جاب تقريبا سبعه سبعه نقاط خمسه نقاط في السبعه مباريات الاولى معنا <متاز> <متاز> خمسه تو جايب تسعه نقاط في اللفاته الاخرين دونك تحسن وتطور واضح برشا شويه الكستير اي بس ستري زامبورتون فهمني زعما العديد اللاعبين اللي رجعت فيهم الروح تو شواطي <متاز> يسجل مره ثانيه على التوالي معناها ما الوليد الله نتاع المرسى شميسي آه معناها ما شاء الله عليه كلالي وليد مم. عندهم امكانيات ممتازه يلعب على الساق اليسار انا شد انتباهي في طريقه ترويض الكره نتاع لاعب فنيا فنيا ما ما مهاريا يعني تكنيك فهمني ماتريس تكنيك دونك الفريق يعني قاعد ماشي في ثنية صحيحة اكيد وانو النجم الساحلي كان يواصل على تعرف سي با فاسيل في البطولة التونسية باش تعمل ثلاثة انتصارات ورا بعضهم سي با فاسيل سي رار تلقى فريق يعمل ثلاثة انتصارات ورا بعضهم دونك الانجاز اللي عملوا توا المكشر يتسمى حط الفريق على السكه صحيحه واكيد وانه باش تجي التريف ممكن نحن ديما نقولوا التريف ما تجيش في صالح الفريق اللي قاعد ينتصر كل شيء لكن ينجم لانه مازال عنده عديد الاصلاحات عديد الاصلاحات الفريق معناها مازال في حاجه الى عديد الاصلاحات دفاعيا وهجوميا في الوسط عنده وسط ترى يعني توا اللي فيه كبو وعبيد وبنشوق بنشوق معناها اضافه للفريق سجل هدف يعني ممتاز ما نراوهش بصراحه ما برشا في البطوله التونسيه شماخي بدا يفيق شويه <applause> سجل مرة أخرى فهمني بدا يتحرك شويه وبدا يصنع في الخطر أه حسام بن علي رجع بدا يسترجع الفورمه نتاعه بشوي بشويه بشويه نعرفوا اللي كانت عنده اصابه وغاب وحتى بعد المنتخب وكل الغياب اللي صار وكل شيء لكن توا رجع أه زيد بوغطاس وغفران نوالي لاعبيه خبره في محور الدفاع الحاجه الجديده في تشكيلة النجم الساحلي هو أه انس الخرداني لاعب <applause> <applause> جارديان عمره 18 سنه <applause> مره يشارك وعلي جمال هو يبدو لي ما اختبرش برشا ما جاوش برشا كل في الماتش لكن الحاجه الملفتة نظره انه علي جمال مش موجود في القائمه جمله معناها حتى برمي لي رومبلاسون مش مستواه تراجع شويه علي جمال يعني في الفتره الاخيره تراجع توا بون باهي باهي له باهي له حتى اللي هو باهي الجمعيه خلي عودي يرتاح شويه يعاود يسترجع يعني الانفاس وكل شيء لكن تنجم تكون زاد فرصه لانس خرداني باش صحيح قلت لي ما, ما صارش مع عليه اختبار كبير لكن ما قبلش به حتى المعنويات لكن وكيد. اللفات اللي حطوه هو ما حطوش قزاح اللي هو سابقه يعني في في اللعب مع الاكابر وكان منتخب الرواست وكل شيء دونك اكيد عنده امكانيات عنده امكانيات وعنده ما يت... يوري يعني الحارس مالك سي واجد يحكي على البونتو نتاع ايه بن اي قبل ما نحكي على البونتو جوست على سميشي وانت وليدك يا احمد الصالحي انا نسالك سؤال تقول لي قبل ايه في بالي نتاع احمد الصالحي من سميشي للتوضيح خاطر خدمت عليه سميشي البروفيل نتاعو سميشي عام ناول في <applause> الاستاد اكثر ملاعب عامل دريبل في الشامبيون في تونس عامل مع, ايه مع المرس ها اي مع المرس اسميشي اه المليع عنده الدريبل في الان بتبعه بالطبيعه اه مليح من خلفيت؟ لا اي معاك خلينا نحكيو على البروفيل نتاعو البروفيل نتاعو ولا الكاليتي تكنيك تاع دريبل باهيه برشا عادي معناتها يفسخ مليع زوز اه سهله لكن لهنا وين ينجم ينجم يخدم سبيسيفيك يحاول يحسن شويه في الكاليتي نتاع التير نتاعو تعرف انت يلزم اللي يعمل الخدمه الكل يلزم الفينيسيون تكون في حقها كيما مثلا حكينا على بونتويت قصاي معشه يحطها في اللوبوزي وديما نحكيو عليها يحاول الفينيسيون نتاعو مع المرسى صحيح اكثر ملاعب يدريبلور لكن الستات نتاعو ضعاف برشا في ليفيكاسيتي سواء في الاسيست ولا في التير على الكاش عنده فابل في التير نتاعو مع الكاليتي نتاع التير نتاعو ضعيفه شويه نجم تكون مانك دو مسكولاسيون مانك دو, اي دو, اي دو, اي دو هو ضعيف شويه لازم يخدم زاد ما كانش يخدم طاقه زيد النوب معناتها الستات بتاع دريب البين على الاخر لكن لاسيست ضعاف برشا علاش ما يلزموا يلوج, يلوج اكثر كوليكتيف اكثر منه يلوج انديفيديوال هذه الحاجات اللي تخدم له عليها اه ليطوال اه باللي بالاريتيك الكره تبدا فيكس عندك ما تتفرج يهز مليح عنده انتريور مزيانه في البالاريتي البالاريتي معناتها الكره تبدا فيكس لكن كي تبدا الكره معناتها وموفمون ولا شو يعمل التير نتاعو وقتها يتلز بالنسبه لبوتو فادي بنشوق هذا ثاني بونتو راهو فادي بنشوق ثاني بونتو لليطوال بالكوتسيزورا وليد القروي صحيح ماركه كوت اول موسم وليد القروي كوتسيزو سيزو بريسك تشبها فادي بنشوق شفنا السونتراج وتقريبا لعب مع الوقت في البونتو هذاك بوتو في العالم ما فما بوتو شبه له شوي م. تتفكرون الناس الكل انا نفكر كل سيزون تاع زبير بيا ضد الترجي الرياضي في المنزل لا هذيك من 18 م. متر هذيك بالوقت هذيك عمرها ما صارت من 18 متر توش واحده ما فادي بنشوق يعمل كونترول لول لو وبعد يهزها بصدره عمل تقريب دو تروا سوبر دراما تحكي عليه البونتو دراما كوت حمام نلف تشبه لها شويه لكن وريفالدو في الاوروبا هذيك اللي خذا الوقت نتاعو وعمل <تسمت> الكوتسيزو <دت> آه جارت بيل في بيل زاد برشا الكوتسيزو ديجا في الاكسيون كما كيما تشوفوا بونتو في بنشوق بنشوك ولي ستاد طوال عمل كل شيء كونتر مستقبل جيبس الكره بدات تلحم كيما نقولوا وبدا الانيماسيون بدات تمشي وبالطبيعه دو فيكتوار خارج ميدان الأطوال منتصور باش يزيدوا يدعموهم الاطوار رجعت توا اكيد تستنى ماتش كبير باش تعمل فيه كل معناتها المونتال باش تحاول تعمل شوك مونتال تصور طرح كبير لطوال ويرجعها في الكورس ربي في مخصص الشميسي توريد ريت عندك معطيات علميه معناها معناها احصائيات وواضح لي بوان فيبل نتاعو لي بوان فور كل شيء هنا يجي دور المدرب في اصلاح الاشياء هذه ولا زاد يخدم روحه ولا فكر. فكر. لا بخلاف يلزم تم ترافاي سبيسيفيك ترافاي انديفيدواليزي المدرب يجي في بعض الاحيان ياخذ في حصص يعني وحده ولا مع مدافعين ولا واحدة يخدم ترافاي سبيسيفيك اللي هو باش يصلح له الاخطاء هذه فهمني بخلاف ترافاي مسكولاسيون يكون يزيدوا يطوروا له شويه الناحيه الجسمانيه نتاعو اكيد ثم ترافاي تكتيكي تخدم راهو ترافاي انديفيدواليزي معناها التدريبات موجه. الفرديه موجهه راهو مهمه برشا وشو هنا يجي تنسيق التنسيق ما بين الاحصائيات معناها المختصين في الاحصائيات وما بين المدرب سي تري زابورتون زمبتقى... يلفو سافار معناها اللي شيفر هذوما واللي <applause> ثم نقطة أخرى جست باش نكمل، نقطة أخرى مربوطة شوية بالمونتال، الملاعب اللي خمّم انديفيديوال راهو ينجم يضر بريسك كيب كاملة وتتسكر الحلول، يقول قايل كيفاش؟ اسميش كل الكرة الأولى ما يعطيش لاسيست ولا البري ولا ما يعطيش الباس، شو يولي لهنا الملاعب صاحبه؟ يولي الموفمون يطيح، لاكتيفاسيون يطيح، ولابيل ينقص، بحكم انت تعرف الملاعب هذاك مش باش يخامم فيك زين تعمل في تعمل في فيه في انرجي زايده تولي ما عادش تعمل لابيل الاول ما عادش لابيل الثاني اوتوماتيكمون وديجا وقت خدمت عليه وخدمت عليه سيكونس السميشي كل ما ياخذ كوره في المرسى لا ولي وليزيلي جامي يشتركو باش يستناو هو باش يعمل جامي يستناو يعمل بينيتراسيون يجيب لونتر يجيب لونتر يتصرف لهنا انت عكس برشا ملاعبيه سواء في العالم ولا في تونس ملاعبيه ينوع في كي توشي كوره ديركت الملاعب يعمل لابيل يعرف اللي باش يوصلها له وكي وكي تزرعها في اصحابك العقليه اللي تشد برشا كوره اوتوماتيكمون ينقصوا عليك الحلول مدرب المدرب نجم يغير مختار حبيت تعلق احمد على لا جست انا حبيت نعلق على سميشي باش نقول له تقريبا في تونس عندنا سميشي وعندنا معشا اللي دو جوور دو كلوار اللي عندهم الكاليتي انهم ينجموا يتعداوا ان كونترا لكن الملاعبين هذوما الزوز مطالبين بتهذيب اللعبه مرة راهو ساعات ماكش مطالب باش تتعدى ان كونترا باس فسخ كيفاش تخلقها الان وبتبيع وبالطبيعه كيفاش تعمل جليسمون كي باش تعمل السويتشينغ لهنا سي واش دي يلزمك تخرجوا في الان كونتر انت تخلق له الوضعيه هو مش يخلقها وحده الوضعيه ما تجيش يكيب في بلاصتها وباش يمشي يعمل ان كونتر اه اوتوماتيكمون انت تخلق له لهنا كي تبدا الكره على اليسار اوتوماتيكمون يصير سويتشينغ ليغليسمون تخرجوا في الان كونتر بك لي بلوك ديفونسيف اللي موجودين كيما تشوف تو العمران وغير وغيره وغيره صعيب باش تخرج لاتاكون تاعك ان كونتر زيرو معناها مع الجارديان صعيب ولا صعيبه برشا باش تخرج واحد تو وليت كي تخرج ان كونترا لليلي نتاعك ان كونترا تما عملت معنا انجاز كبير برشا فنيته نتاعو يوظف معنا مطالبه ضرب الجزائر للنجم الرياضي الساحلي رينا الشماخي توغل في داخل منطقه 6 امتار رينا احتكاك حسب ريت الشماخي كان شاد الديفونسور والديفونسور كان شاد الشماخي الشماخي كان بلوك الديفونسور باش ما يقدمش في الاخر الديفونسور لعب الكره وقعد موجود الصراع هذا حتى لين طاحوا زوج بالنسبه لي أنا كان قرار الحكم بعدم احتساب ضربه الجزاء كان صائب الراون بعد مطالبه مستقبل جيبس ضربه جزاء رينا لاتاكون يظهر لي حسين لا تكون حسين منصور حسين منصور, حسين منصور من الجهة اليسار يسنتر كوره بساقه اليسار رينا جوار عدد 26 من نجم الرياضي سلاح القدامسي سلاح القدامسي تضرب الكره في ساقه ومن بعد تطلع ليده اليد كانت غير طبيعيه وكان على الحكم الاعلان على ضرب الجزاء سيف الورتيني توا كان عنده مشكله ضربات الجزاء لازموا يصلحهم ولازموا يعرفوا وين بلاس يروحوا على مستوى ضربات الجزاء آه وسيم الحناشي آه حالتين فما الحاله الاولانيه آه هدف شوات كانت مركز بطريقه ممتازه وسيم شواط كان على الليميت مع اخر ديفونسور الصوره هنا نحكي على أرجو خاطر كانت الصوره واضحه التراساج متاع التيران كان واضح في 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 سوسه رينا شوات وقف مع اخر ديفونسور مع اخر ديفونسور كان هدف شوات شرعي وكو وبرافو وسيم الحناشي علقت هذه مش برافو لوسيم الحناشي علقتها نتاع فما اورجو كان فما جوار اون بوزيسيون دور جوار. الكره جايه من دومي ومن بعد شويه على لكن فما زوج جوارات فما جوار اون بوزيسيون دور جوار. لكن لو سوت الكره من الجهه اليسار ما كانش اون بوزيسيون وسيم شي لازم يستنى شويه ويتريث وخاطر كانت فرصه محقه لهدف علاش عندنا في الماتش هذا مم. آه باهي نمشيو للضربه الميقاسيه مالك جاي تسائل عليها نتاع سيزو كنت سيزو نتاع فادي بن شوق ولا وليد القروي اي حكيت عليها سي بون حكيت عليها جوست للتاريخ معناتها ياسر الضربه صارت 1914 ملاعبي اونزاكا رامون اونزاكا آه، اول ملاعبي بتشيلي اول واحد م. صنع الم... معناتها خلقها الكوتسيزو هذيك <applause> اللي بعد ديجا عملوا له ستاتيو بتاعه... <applause> يمكن اربع سنين تالي في الشيلي <applause> اول يعني واحد عمل كوت سيزو هذيك وهو من وبعد الارجنتين داولوها وتدربوا عليها وعملوا حتى اكاديميه تدربوا عليها الاكسيون هذيك ولا الجيست تكنيك هذيك وسماوها لا تشيلينا توا معناتها لي كوت سيزو كانت لا تشيلينا اسمها احمد السي كيف كيف المشاكل اللي في الكوب الافريقيه عاد بفوز اثنين من من سليمان ممكن يرجع شويه معنويات اربعه واحد انا سليم دائما كنت اشد المدافعين على مدرب النادي الصفاقسي النادي الصفاقسي وقلت معناتها ما يلزمش نتحاملوا عليه ونخليوا له شويه وقت باش على الاقل الفريق يتحسن رينا الهزيمه نتاع قسنطينة في كاس الكاف ما كانتش بصراحه ما كانش يستاهلها النادي الصفاقسي لانه كان افضل برشا من قسنطينة آه البارح مباراه يعني كل ما آه مدرب النادي الصفاقسي تكثر حوله التكهنات بخصوص قالته الا ما يفوز بماتش معناتها ترجع الناس تحكي على فرصه جديده للمدرب سي انا في تقديري مدرب النادي الصفاقسي خذا فرصه حتى الماتشويت الزوز نتاع الكاف الجايين إذا كان حقق فيهم على الأقل أربع نقاط باش يستمر في النادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي اليوم على بعد أربع نقاط من الصدارة يعني ماهوش بعيد النادي الصفاقسي موجود يعني في الكورسة. أه لو يقدر يجيب نقاط في رحلته الإفريقية أنا نتصور قاعد المدرب سانتوس قادر على أنه يواصل على رأس سي. وانا راهي مشكله المدرب ماهوش مشكلته تكتيكيه والا فنيه بقدر ما كانت مشكله نتاع كاليتي نتاع الافكتيف نتاعو وفي بعض الاحيان الاختيارات نتاعو كي يختار ملاعبيه ما, ما تمشيش الامور وخاصة بعض المنتدبين اللي ما كانوش في المستوى. امم ما عادش عندنا وقت باش ناخذ تعليق تعليق على كل مباراة مختلفة فما لقطة في الماتش هذا. فما هو هدف النادي آه الرياضي الصفاقسي كانت فما مخالفة وانظار لاعب سليمان آه مازال الحكم عاتبق فيها باش ينظر لاعب سليمان تلفت نقال الكره لعبت مشات للجهه اليسار نادي الرياضي السفيقسي اللي هي جابت من بعد الهدف بعد تسنتيره انا هناش اش نقول اه نقول الحكم ما راش اللي كونه الكره كانت ما وقفتش كان كان راه الكره وقت اللي وقت اللي لعبها لاعب نادي رياضي صفاقسي رمي الكرة هكا مازال تجري مدها لصاحبه هنا راه القانون كان واضح أه الكرة لازم تكون واقفة أه بلوكي أنا بالنسبة لي أنا أه قرار الحكم كان خايط رغم أنه خبرة كبيرة لهيثم القصعي ما عادش تعطي بقفاك للكرة خويا تنجم تجيستيوني الكرة والجوار ويبدا قدامك وترى تعطي بقفاك تعطي صفرة ما توقف اللعبة تقيد الصفرة نتاعك وراه في الصفر وفي الأحمر راه الزفارة نتاع رجوع اللعب مهمة برشا أو لازمك تزفر، باش ترجع اللعبة. في حالة الصفرة وفي حالة الحملة هنا رينا هيثم خرج الصفرة تلفت انقال كرة تلعب هذه خبرة هيثم الحقيقة ما تسمحلوش بنوع الغلطات هذه امم <تكلم> آه سي واجدي آه نعطيك يعني تعليق انت على ماتش الاولمبي البيجي وتطاوين الاولمبي البيجي بعد بداية ممتازة في البطولة ظهر اللي بدا ممكن تغيير المدربين اثر شوية على الفريق اتحاد تطاوين اللي قاعد يتعدى بصعوبات كبيرة في الموسم هذا جاب اول ثلاثة نقاط قدام الاولمبي البيجي اي وطلع في الترتيب ولا عنده ستة نقاط يعني ما عادش في ما عادش في لي دو زيكيب الاخرين اللي قابل معناها اللي, معناه اللي هما بنزرت وسيابي وقفصه اكيد تو كل انتصار قراب لبعضهم برشا الناس كل لوتا لوطا كسوا لوطا ولا الفوق يعني اي انتصار بالنسبه للتطاوين ولا غيره اكيد باش يطلع اكثر في الترتيب بالنسبه لونابي الباجي انا قلتها ونعاود نقولها يعني اكيد وانو تغيير المدربين والمدربين اللي جاوا ما توفقوش يعني كلهم معناها توا عايش توا الأولمبي بيجي عايش بالنقاط اللي حصلهم تقريبا يعني نصيف البيوي في الأربع مباريات الأولى كان أربع كاتر فيكتوار سيركات عمل معناها عمل فهمتني البلان في النقاط فهمتني وهذاك اللي خلى توا الملعب الأولمبي البيجي يعني مازال محافظ قمام موجود في السبعة الأولى عنده 17 نقطة 17 نقطة ما فيهم 12 نقطة جابهم من السيف بيوي من وقتها مدرب الأول المدرب الثاني ما جابوا أظن كان خمسة نقاط وهذا معناها مشكله كبيره اذا كان باش الملعب اثر على الاولمبي البيجي المدرب الاولاني اللي جاب النقاط <applause> والانتصارات الكل كان زاد عنده نفس الظروف <applause> كان يلعب البرة من بيجي اكيد وانه الفريق يعني اكيد تكتيكيا تغيرت عديد الاشياء خروج المدرب الاولاني يعني اثر في الفريق فريق ما عرفش كيفاش يسترجع ما عرفش كيفاش تعرف ديفيسيل بالنسبه للفريق مش مستنس يلعب في الادوار الاولى اصلا تمامون الأولمبي البيجي الاولاني في الترتيب باهي سي لكن باش انت عندك شكل الثقافه نتاع الفريق اللي باش يبقى يلعب قدام مش متعود اولمبي البيجي يلعب قدام دونك فقد عديد الثوابت نتاعو من ناحيه تكتيكيه فقد حتى من ناحيه المعنويه الفريق صار ينهزم ولا يتعادل بسهوله معناه يعني بشويه قاعد يتقهقر في الترتيب تو نقاو الترتيب نتاعو السابع من كان الاول ولا السابع معناه بصراحه يعني قاعد يخسر في نزيف كبير تاع بالنسبه لاولمبي البيجي اللي وراه الجمعيات اللي وراه يعني مش اي جمعيه معناها تلقى النجم الساحلي وراه بفارق نقطتين النجم الساحلي طالع وصاعد يعني في كورب اسوندونت الفوق الترج الرياضي اكيد باش يرجع بشوي بشويه قاعد يرجع وقاعد يقرب وفات يعني توا حتى اولمبي البيجي سي اس اس فاتت اولمبي البيجي كل كان وراه اولمبي البيجي ومتصدر معناها ثم الجمعيات الكبيره قاعده سو ديزون الكبيره معناها قاعده ترجع بشوي بشوي اولمبي البيجي قاعد يتقهقر اكيد وانا كما قلت زاد تقريبا انت وقت يغيبوا لك اربع ملاعبيه من ابرز الملاعبيه في التشكيله سي نورمال إيه مش عادة. ديما مش كلها غيابات ملي مشى نصيف بياوي كاتريم جورني مشى احنا تو في ديزيام جورني واضح ايه. مالك المستيرو جورجيس ماتش شفنا فيه ريتا رغم اللي ما فماش اهداف ماتش ممتاز كان بين زوز فيه رغم اللي فاز في اي صحيح هو اخي بحاجه في الطرح هذا اللي فاز 0 0 لكن شفنا زوز جمعيات اه بصراحة معناتها كيف تخمم في البوزيشن هي اتحاد المونستيري وفيها برشا ملعبية وجرجيس بالطبيعة شفنا بلوك ديفونسيف كيما يلزم وسورتو لاكسيال لافريكا بصراحه مردود كبير برشا تاع جرجيس وبالطبيعه كانت مختلة جرجيس في لي ترانزيسيون كره على ترانزفيرسال مستير احسن اكسيون ابارامون أه دونك ماتش فيه اكسيون ورياكسيون معناتها هنا نجم نقولوا احسن ماتش في الجورني لكن على غالب في زيرو زيرو كان على الاقل دو بيوت نجم نختارو احسن بوتو في احسن ماتش في الجورني هذايا زوج جمعيات سواء بوجلبان ولا 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 الساحلي بصراحه دي جوج اونترينيرات السنه كانوا مفاجاه زوز بالنسبه لل لاكسيون لكس من بالضبط انيس بوجلبان بصراحه مفاجاه السنه في المدربين ومحمد الساحلي نحكي عليهش مفاجاه برشا يمكن ما يركزوش في الديتاي نحكي على نحكي على جرجيس فليكسيبيليتي تكتيك على الاخر من الملاعبيه مع تلقى قنيشي سانتينيل لكن هو يخدم ترازيا مكسيال وقت اللي تبدأ الكرة. في الانيماسيون نتاعها يرجع تروازيام ميليو تيران وهذيا معناتها الفليكسيبيليتي التكتيك بتاع الملاعب نفس الشيء الاتحاد المنسيري نشوفوا لهنا الساحلي يلعب برشا اوفنسيف عكس برشا مدربين يركز يركز الميليو تيران على اللي عندهم فما لقطه مختار الماتش هذا بسرعه فما لقطه نتاع هدف الاتحاد الرياضي المنسيري لينا تير من تير من من المهاجم الاتحاد الرياضي المنسيري تضرب في مدافع جرجيس رينا المدافع ما كانش مسيطر على الكره تضرب فيه وتمشي للمهاجم الثاني اللي كان استفاد من موقعه بتسجيل الهدف وكان حكم عبد السلام الشورابي برافو م. للقرار اللي اللي خذاه بكونه لا اعلن على التسلل فما لقطه اخرى ضربه جزاء اللي هي الحقيقه كانت صعيبه على صادق بخبره صادق كان معناها الحقيقه ما يتلامش صادق باعتبار اللقطه كانت فوت كاشي م. كان مسك من, القميص على لاعب اتحاد الرياضي المونستيري وكان ضرب جزاء واضحه لاتحاد الرياضي المونستيري احمد السيابي نهزمت في ميدان واحد بلاش قدام اتحاد بن شيء اللي خلاه حتى مدرب جديد في الفريق كالعاده تبديل المدربين متواصل سفيان الحيدوسي ديما يتم الاستجاده عليه لا ما بداش معهم أه بدا عماد بن يونس وبعد سامي القفصي وتوا سفيان الحدوس نتصور انا اختاروا يعني تقريبا البروفيل ديال بالنسبه للنادي البنزرتي سفيان الحدوسي كل ما عمل باساج في النادي البنزرتي الا وتحسنت النتائج و... وتحسن اداء الفريق انا نتصور انتصار مستحق لاتحاد بن قردان اللي اداء نتاعو شد نقله نوعيه منذ تولي محمد علي معالج تدريب الفريق عمل ماتش نيول باي كونتر الترجي التونسي وكان قريب من الانتصار حقق فوز في بنزارة فوز مهم جدا بالنسبة للاتحاد البنغرداني خلية على الأقل يخدم الماتشويت جايين في, في ظروف مخير خدمة كبيرة تستنى سفيان الحدوسي خمس مرة خمس مرة يا خو خمس وسادس فما مرة عمل كونفيرونس <تصف> دو بريس <بليه؟ اسم> <تصف> الصباح استقال خمسة ونص نكمل آخر ماتش كلمة سي وجدي المتلوي فاست على قروف القفصة و... واحد بلاش المتلوي تنفست شوية في مقابل قفصة ديما وضعية صعبة في أسفل الجدول صعبة بالنسبة للقفصة ديما في أسفل الترتيب بصراحة يعني دوماج في بعض الأحيان تشوفوا قروف القفصة تقدم مردود جيد لكن ما ينتصروش بالنسبة للمتلوي الفريق يعني عنده الدفاع به الدفاع نتاعو يعني قابل سبعة اهداف برك معناها سبعة اهداف هذا اه رقم الارقام تاع فرق مقدمه تاع جرجيس و... وغيره وغيره وغير و... دونك اه ممكن الجانب الهجومي مازال ناقص المتلوي لكن الانتصار هذا اه ثلاثة نقاط مهمين هذا اه الماتش كيف فالي ممكن اصابة ب... احمد أولاد بايا في اثرت ال... اه. شوية في الخدمة يعطيك لقطة الجولة دور صاف القنواتي تعيط بزوج يديها لل... للاربيتر باش يقول له فما شونجمون معناها يعني باش تشوف ما فماش كيت معناها ما فماش كيت والدور صافا هنا خيتي وقت اللي تجيك اللقطه كيما هكاك ادم الاسيستون اللي بجنبك تو يهز الدراب معناها اللقطه نتاع اماتور نهزوا الدراب وهكا نتاع قبل معناها يدك ما فماش ترجع لليدوي لل... 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 كما خدمت انت يعطيك الصحه ايه. شكرا <applause> شكرا ليك مختار دبوس على كل الاضافه اللي <applause> ايضا مالك بالقاضي يعطيك الصحه سي واجدي بارك الله فيك على حضورك معنا ايضا احمد الصالحي فقط السونداج قريب 1000 شخص صوتوا فيه 66% يعتبروا انه بيتوني هو اللي متسبب في هزيمه الفريق قدام الملعب التونسي مزلوب مختار دبوس شبيك قمت خويا انت راوغت بينا قلت يعطيك الصحه ورجعت يعطيك الصحه ناس الكل خويا ملتقانا غدوه من 11 حتى نصف نهار ونص على نفس الفريكونس 106.9